صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ستة وثلاثين لسنة الفين وثلاثة بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة شؤون البلديات والزراعة وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين في وزارة شؤون البلديات والزراعة كل من السيدة راوية خليفة أحمد المناعي وكيلا مساعدا للخدمات البلدية المشتركة السيد محمد ميرزا حسن العربي وكيلا مساعدا لشؤون الزراعه